صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم اثنين لسنة 2024 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشان المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. وفق على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المعتمدة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المنعقدة في روما بتاريخ الثاني من نوفمبر 2001 والمرافقة لهذا القانون